اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين اعزائي المتابعين. خلينا نرحب بالضيوف اللي منورين النهارده. خالد عامر، مساء الفل يا خلوده. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. خضضني الورق كتير يا خالد. فيها خالد، ما هو برضه دانيال عامل معانا الواجب وزياده، فيعني كتر خير. انت هنا اخر سنه ولا انا إيه؟ يعني بحضر حاجات ولقيت دانيال محضر لي حاجات، فكتر خير والله. منور الدنيا يا خالد. دكتور وليد الحديدي، مساء الفل يا دكتور. مساء الورد يا صديقي العزيز. ايه الاخبار؟ الحمد لله دايما يا رب. سؤال واضح ليكم انتوا الاثنين، ابدا بدكتور وليد الحديدي. الاهلي ضمن ام اقترب ام قد نصحوا على مفاجاه دمها تقيل؟ لا اقترب، ما ضمنش. وان شاء الله مش هنصحوا على المفاجاه. المباراه الاخيره هي مباراه الصعود بكل اوجه التقييم. لان مهما كانت نتيجه الهلال مع سان داونز بكره اللي هو بقى النهارده بقى ان شاء الله، الهلال محتاج يكسب الاهلي علشان يصعد. هو بالنسبه له تارجت المباراه الاخيره دي، فهو هيجي لك هنا. وسؤال خبيث كده ورخم وسائل ودمه تقيل ومش حلو وما ينفعش يتقال، بس هقوله. هو ممكن سان داونز بكره مثلا او النهارده بقى يلعب بالسكند تيم ويبقى من مصلحته خروج الاهلي من البطوله من بدري؟ والله حقه، ما تقدرش تلومه. مش هيتقال او مش هيبقى واضح انه عايز يخرج الاهلي، لكن هو من حقه يريح التيم بتاعه. بس خلينا نفترض يعني انه لعب سواء بفيرست او في السكند تيم وخسر. ما في كل الاحوال برضو انت المباراه الاخيره هي مباراه صعودك. الهلال هنفترض انه خسر النهارده، هيبقى 4 نقاط، هيفضل 4 نقاط، هيجي عايز يكسب الاهلي. لو تعادل هيبقى عايز يجي يكسب الاهلي، حتى لو كسب هيبقى عايز يجي يتعادل مع الاهلي ايجابيا. فيسجل برضه في القاهره. لا مش لازم ايجابيا. ممكن لان انت متعادل معاه سلبي هناك، فهو عايز بالمواجهات المباشره يتعادل ايجابي. ففي كل الاحوال الهلال مهما كانت نتيجته، انت ما تبصش لماتشه مع سان داونز، انت بص بس عشان تذاكره وتشوفه الحاله وصلت لايه. لكن في كل الاحوال هي مباراه القاهره، هي مباراه الصعود باذن الله. خالد اقترب. انا شايف انه الاهلي في المواقف الحاسمه اللي زي المرحله اللي احنا بنمر بيها دي، كفريق مصري بيلعب في دوري ابطال افريقيا، كان لازم ناخد 6 بونت من ماتشين، المريخ والهلال. الاهلي عدى المرحله الاولى اللي هو مرحله المريخ. اي نعم عداها باداء مش للدرجه كان كويس يعني، ولكن لازم اشيد كما انتقدت بيتسو موسيماني مدير فني النادي الاهلي في مباراه سان داونز بتغييراته اللي كانت غير منطقيه على الاطلاق، لازم اشيد باداره بيتسو موسيماني في مباراه المريخ اللي هي كانت امبارح لان احنا عندنا الساعه 12. رؤيه كويسه جدا، رؤيه كويسه لمواطن الضعف في النادي الاهلي والبدلاء على اكفأ ما يكون. احمد عبد القادر لاعب ما ينفعش يقعد، اعتقد لما نتكلم عن خلينا كلمه ما ينفعش يقعد دي، في بعض المدربين عندهم سيكولوجيه كده او مدرسه خالد، انه يبقى عندي دكه بدلاء قويه، واحد ممكن ينزل يغير لي من شكل المباراه، يغير لي من نتيجه المباراه، يغير لي من النظام بتاع الفريق، من السرعات بتاعه الفريق. هل ممكن يكون الراجل بيلعب بالطريقه دي احيانا؟ ممكن جدا، وده فعلا بيحصل في كل العالم، بيحصل مع اغلب المدربين. ولكن انا من انصار انه طالما عندي حد مميز قوي ما عقدش الامور على نفسي، ما احطش نفسي في الريسك، ابدا بيه واخلص، ابدا بيه بالظبط. وخلي بال حضرتك برضو انه العناصر المتواجده على مقاعد البدلاء مش سيئين، مش مستواهم الفني مش سيء. فبالتالي لما هبدا باحمد عبد القادر واخلي مثلا حسين الشحات على مقاعد البدلاء، حسين الشحات اضافه، طاهر محمد طاهر اضافه، ايا ما كان بيرسيتاو اضافه. يعني لو بدات باحمد عبد القادر وخليت حد من الاسماء الثانيه على مقاعد البدلاء، فهو اضافه في تغيير احداث الشوط الثاني. ولكن نرجع تاني لمباراه الهلال. انا عايز اقول على احصائيه لطيفه قد تكون مؤشر خير بالنسبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي في ولا مره وقع معاه حد من الاشقاء من السودان وخسر منه. يعني لو ما خسرش من الاشقاء في السودان لم يتوج باللقب، بمعنى انه الاهلي لاعب الهلال والمريخ في دوري ابطال افريقيا 14 مره. في كل المرات اللي نجح الاهلي في عدم الخساره من المريخ والهلال كان بيتوج باللقب في النهايه، اللي هو سنه 87، سنه 2020، سنه 87. ده انا يا ريس بالظبط يعني تكمل المعلومه كده. طيب انا جدع كده يعني 87 ده الحاجات اللي صفر صفر هناك و2 صفر هنا. انا لسه بعد اهي اول واحده كاتبها وكاتب جنبها كابتن احمد شوبير 87 0 0 2 0 وتوج 87. كنا بنلعب هناك على لومه سهاري. انا فاكر انا عمري عندهم مشكله في الاضاءه. لا بس اتظبطت خالص والله. لومه سهاري كان الحكم درنبك جابوني ده وكنا بنخاف منه. لا فعلا تقريبا ما كناش شايفين يعني، فان احنا نطلع 0 0 0 هناك كان رائع. ده كانت معجزه بكل ما تحمله الكلمه من المقاييس. و2 0 في العوده. بعد كده في
2020 وفي 2021 وفي المرات اللي خسر الأهلي من الإشقاء في السودان سواء في الذهاب أو الإياب، حتى في المرات اللي تأهل فيها إلى المباراة النهائية لم يحصل على اللقب. اللي هي كانت سنتين 83 خسر من أشانتي كودوكو، وسنة 2007 خسر من النجم الساحلي، وسنة 2002 احتل المركز الأخير في مجموعته. فده إن شاء الله إن شاء الله الأهلي لا يخسر أمام الهلال السوداني في المباراة الأخيرة في دور المجموعات، كده هيبقى ما خسرش من الأشقاء في السودان، وبالتالي إن شاء الله يبقى لأمال في الفوز. طيب وليد، عندي تساؤل مهم. الراحات تاني أراحة 8 أيام، في البعض بينتقد هذه الراحات وانا على راسهم، وفي البعض الاخر بيقول لي وانت مالك، الراجل خد راحه طويله، راح كاس العالم للانديه، عمل عرضين اكتر من رائعين امام مونتيريو امام الهلال السعودي اللي مكسر الدنيا في الدوري السعودي، ومحدش اشتكى لك انه بياخد راحات قبل مباريات مهمه وبيرجع بيفوز مره اخرى، والراجل شايف انه اللعيبه محتاجه راحات، وبالتالي هو ادرى، هو اللي عارف الحمل بتاع التدريب على اللعيبة، وحاسبها كويس جدا قبل الماتش الفيصل أمام نادي الهلال بعد مباراتنا مع السنغال بإذن الله ونكون متأهلين لكأس العالم. شوف أنا يعني مع أنه مش تخصصي بس في حدود معلومات الطبية في هذا الشق، يعني أن الراحات الزيادة عن اللزوم بتأثر على العضلات. وفي العالم كله دلوقتي بقى حتى الراحة بقى جزء منها التدريبات، يعني بقى في حاجة اسمها التدريبات الاستشفائية اللي احنا عاملينها. صحيح. في طرق كتير للتدريب بتيجي علشان تنشط العضلة ولكن لا تجهدها. ولما بتاخد راحات طويلة ده بيأثر عليك على المدى القصير وعلى المدى البعيد في إصابات عضلية، وده شفناه مع النادي الأهلي في العديد من المواقف والعديد من اللاعبين اللي أصيبوا. يعني أتمنى أن يكون ده في سيستم أو مراجعة للموضوع في النادي، اللي هم أدرى طبعا وعندهم جهاز طبي على أعلى مستوى، عندهم معدين بدنيين وكل ده، بس انا في حدود معلوماتي ان الراحات الزياده عن اللزوم بتاثر على العضلات، لان انت بتفصلها تماما. وكمان خلي بالك حته التزام اللاعب المصري ما بتقدرش انت تسيطر عليه بشكل كبير في فترات الاجازه، مش زي اوروبا مثلا كل حاجه بتبقى بتضار بالصمت. يعني السهر هو عدو اللاعبين الاول في مصر. طبعا طبعا، وانت صعب يعني عايز اقول لك انه الحقيقه دلوقتي موضوع النظام الغذائي اللعيبه حتى بتعمله من نفسها دلوقتي، فده بقى الى حد ما مظبوط، لكن قصه السهر مش سهر معناه انه بيسهر في نهايه الكلام. ما هو ده اللي كنت عايز اقول. بالظبط، حتى في البيت هي مواعيد النوم ليها علاقه حتى بالدوره الطبيعيه للجسم. فاتمنى ان ده يتم مراجعه بصراحه من ايام كنا بنلعب، يعني عشان ما نظلمش هذا الجيل يعني دايما. فلازم ده النقطه دي تم مراجعتها، لان احنا بنقعد نقول هو ليه في اصابات في الاهلي كتير الفتره اللي فاتت. ممكن يكون ده جزء منها، ان انت بتيجي تاخد راحه فتره طويله، فبتيجي تعمل حمل على العضلات فجاه علشان تدخل منافسات قبل مثلا تتجمع قبل مباريات بثلاث ايام، وبعدين تدخل في اوجاع المباراه، فممكن تأدي وتكسب وكل حاجه بس يقع منك لاعب باصابه عضليه زي سين وصاد وعين. كل اللعيبه اللي هو محمد هاني اصبح خارج المنتخب. محمد هاني اعتقد بعد اصابه ان في مشكله في الضمه، واعتقد صعب في الوقت ده مع انه عيني كان قريب جدا، حظه سيء يعني، بس الحمد لله. يعني هو في كل حال لازم. انا عاجبني كريم فؤاد، الولد راجل جدا وبينزل من ساعه امبي الحقيقه. وساعه امبي كمان لو نفتكر كان بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال وساعات ديفندر، يعني ما عندوش مشاكل خالص، كان بيلعب في كل المراكز، وده اللي اهله اصلا ان هو ينضم. الولد بينزل كمان بحس انه عنده رجوله كده ومش زعلان ومش غضبان، وانه كانه بيلعب بقاله 16 مباراه ما عندوش اسماء. عمل تاكلينج في الماتش بتاع امبارح في الكره اللي هي تتحسب ضربه مرمى للاهلي. ما يعملوش الا مدافع كبير التاكلينج اللي عمله، زي خبط الكره في الولد المهاجم بتاع المريخ، كره طلعت ضربه مرمى للاهلي. لا هو لاعب قليل جدا، مش متهور، ما بيجيبش ضربات. هو ممكن يعني يكون بس فنيا لسه ما وصلش للتوب فورم، لان هو قاعد دكه بقاله كتير ما وصلش للتوب فورم بتاعه. ده يخليني اسالك، هل دفاع الاهلي ده سالته للكابتن فضل وبساله كل الضيوف، هل في مشكله في دفاع الاهلي النهارده؟ الشناوي انقذ انقاذ، انا لو حارس مرمى هكون سعيد جدا بهذا الانقاذ. حقيقي لما تكمل بجون بزعل قوي. انا كنت عايز اقول المعلومه دي، انه يا جماعه ما تخلوش سير المباراه او الهدف اللي دخل في مرمى الاهلي او سوء مستوى دفاع النادي الاهلي في مباراه اليوم واللي مستمر بقاله فتره ينسينا اللقطه العظيمه بتاعت محمد الشناوي في الانقاذ، لانه حتى بيطمني انا كخالد، بيطمني على مستقبل او على حراسه مرمى منتخب مصر امام السنغال بعد فتره من الشكوك على محمد الشناوي ومحمد ابو جبل. السبب الاساسي بقى، ارجع لكلام حضرتك، السبب الاساسي ايه في الانقاذ العالمي بتاع محمد الشناوي في المباراه؟ سوء تمركز خط دفاع النادي الاهلي كله،
سوء تمركز نعم. علي معلول تغطيه عكسيه سيئه جدا جاب رهيبه جدا في فجوه في نص في عمق الدفاع ما بين ياسر ابراهيم وما بين محمد عبد المنعم كبيره جدا سمحت للاعيب ان هو يستلم ويلف ويشوط وياخد السكند بول وقبلها واحده في العرض بشكل مش طبيعي وقبلها واحده في العرض نعم. محمد عبد المنعم بيمر بس كان كويس والله انا شايفه مش انا مش متفق مع انه سوء المستوى انا شايف ارقامه كويسه بالظبط منظومه دفاع الاهلي مشكله منظومه اولا بس موسيماني من المدربين اللي بيبني منظومته الدفاعيه بدايه من الديفندرات نعم. اداء ديفندرات الاهلي بقاله كم مباراه مش هو التوب اللي تبني عليه خطه يعني موسيماني كان بيبني خطته على الاثنين او الثلاث ديفندرات اللي بتاع هم اوريدي بيادوا بشكل كويس لكن مش بالشكل السوبر اللي يتبني عليه خطه الاهلي الدفاعيه زي ما خالد اتكلم التغطيات العكسيه بتاعه قصيره الاهلي فيها مشكله سواء علي معلول وده بيعمله كتير وايضا محمد هاني لما بيلعب الثنائي ياسر وعبد المنعم احيانا بيبقى فيه سوء تفاهم ما بينهم حتى بعيدا عن المستوى الفردي لكل لاعب لكن ده تدريب ياسر عجبني ده تدريب ياسر عمل اكتر من لقطه هايله جدا في المباراه الحقيقيه بس انا يعني تعقيبا على ان ياسر عجبنا ومحمد عبد المنعم عجبنا الارقام احيانا تكون مضلله بمعنى ان انا ممكن محمد عبد المنعم اكتر لاعب عمل استخلاصات ولكن في كره الهدف مثلا تمركز بشكل خاطئ في كور خطيره كره العارضه في تمركزات الارقام ما بتوضحهاش الارقام بتوضح قد ايه استخلص قد ايه شتت قد ايه الالتحامات اخذها بس في مستوى فني في الملعب خاص بالتمركز او بالتركيز العام في الملعب دي الارقام ما بتوضحهاش عشان كده بقول ان محمد عبد المنعم بيمر بمرحله مش هقول ان هو سيء المستوى بس هقول ان هو اقل من بطوله افريقيا اللي لمع فيها بشكل كبير واللي انا شخصيا من الناس اللي رشحته انه يحترف لان واحد بالامكانيات الكبيره دي ولسه صغير في السن حرام يقعد في الدوري المصري او حرام ان هو يقعد يلعب في بطولات محليه لا يحترف ونستفيد بمحترف جديد هضيف حته مهمه طبعا. مش هقطعك هسيبك تكمل بعدين يا كابتن شبير عشان ده قطع عايز برضه تكمل ليه ما جابش سيرتي في النهائي سيبه يكمل لو سمحت يا خالد انت عملت جريمه النهارده ما جابش سيرتي في النهائي عملت جريمه انت كده على طول يا عم وليد لا يا خالد عامل لنا مشكله من اول الفقره انا اسف والله عبد المنعم كان اكثر ما يميزه والسبب الرئيسي اللي انه كان بيلعب اساسي منتخب وكيروش اختاره انه عنده البيلد اب مميز صح جدا صح ده لسه ما عملوش مع النادي الاهلي دلوقتي ده كان بيعمله بدر بنونو دي بتفرق في شكل اداء النادي الاهلي ربنا يشفيه طبعا فمحمد عبد المنعم محتاج يعمل اللمسه دي مع النادي الاهلي لانه مؤكد ان موسيماني بيكلمه فيها ومحتاجه منها محتاجها منه بيعملها مع المنتخب بشكل ايه لسه لحد دلوقتي مع الاهلي ثقه زايده يمكن سوء حظ يمكن لكن لو عمل اللمسه دي مع الاهلي يفرق كتير جدا في شكل الاهلي الهجومي حتى طيب انا اخر رساله هوجهها لمحمد عبد المنعم لانه احيانا زي ما كان دكتور وليد لسه بيقول حالا انه احيانا ممكن يكون سبب تالق محمد عبد المنعم في ماتشات افريقيا مع المنتخب هو انه كان مركز بنسبه 150% لانه هو في تحدي والناس كلها بص عليه ممكن يكون اخذ جرعه ثقه زياده بانضمامه للنادي الاهلي وحديث الناس عنه في المنتخب ارجو ان هو ما ينزلقش للفخ دوت وان هو ياخد الثقه الزائده عن الحد وان هو يرجع تاني لمحمد عبد المنعم اللي احنا عارفينه ايه رايكم نروح لفاصل بعد الفاصل نفتح ملف مصر والسنغال والتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم زي ما سمعت كده في التقرير اربع منتخبات عربيه مصر تونس الجزائر المغرب لديها فرصه لاول مره يكون في كاس العالم منتخبات عربيه بس الفرق الثانيه برضو فرق من العار الثقيل بتتكلم على الكاميرون بتتكلم على نيجيريا بتتكلم على مالي بتتكلم على الكونغو طبعا بتتكلم على السنغال بالتأكيد مباراة ستكون صعبة لكل الفرق فاصل نفتح ملف السنغال وأيضا أنا ما جبت سيرة قرعة بطولة أوروبا إلا لما يكون معايا الضيفين العزيزين وليد الحديدي وخالد عام مصر والسنغال يوم 25 وليد الحديدي شايف المباراة ازاي؟ مباراة صعبة هي طبعا قمة الدور الفاينل فاينل التصفيات يعني هي أقوى مباراة في الخمس مباريات أقوى مباراة طبعا أقوى مباراة أقوى مباراة لأن السنغال منطقيا من قبل خلينا نقول للناس المباريات مصر والسنغال جزائر والكاميرون أو كاميرون والجزائر
تونس ومالي ومالي المغرب والكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا. غانا ونيجيريا تمام طبعا. فهي قمة الجولة دي الجولة النهائية، لأن طبعا السنغال على الورق حتى من قبل الأمم الأفريقية وقبل ما تفوز باللقب هي أقوى فريق أفريقي، وكان المتصدر للتصنيف. التصنيف منتخب مصر رجع تاني لقوته ورجع تاني لعهده بعد فترة من التراجع، وصل للفاينل عن جدارة واستحقاق. حتى لو بتتكلم عن اللاعبين، في أفضل اتنين لعيبة في أفريقيا هنا وهنا، محمد صلاح وساديو ماني والأعلى قيمة تسويقية. بتتكلم عن مبارزة برضو فنية، شفنا جزء منها أو نصفها الأول في كأس الأمم الأفريقية بين كارلوس كيروش بخبراته وأليو سيسي أيضا بخبراته الأفريقية واستمراريته الحقيقة ونجاحاته مع منتخب السنغال اللي توجها به أو أنهاها يعني بالفوز باللقب، إن شاء الله يكون آخر إنجاز ما يصعدش يعني كفاية عليه كده. المباراة فيها تفاصيل كتير جدا يا كابتن شوبير لو بتتكلم فيها فنيا، بس أنا متفائل بشكل عام. أنت محتاج تحرم السنغال من الكرة في تلت ملعبك. أعتقد إن إحنا لو وصلنا للمعادلة دي الكرة في تلت ملعبنا في تلت ملعبنا طيب. لو قدرنا نوصل للمعادلة دي زي ما عملنا مثلا قدام كوت ديفوار، زي ما عملنا قدام المغرب، زي ما عملنا حتى قدام السنغال في وقت كبير الحقيقة من المباراة اللي جمعتنا بيهم في الفاينل، أعتقد إن هيكون لنا الأفضلية. هنقدر نتعامل مع خط دفاعهم، لأن حالتنا الهجومية إن شاء الله هتتحسن، وأنا متأكد إن هي هتتحسن مع غياب بقى الإجهاد عن اللعيبة. مباراة خلاص أنت بتكون محضر لها بشكل كويس. كيروش أنا واثق فيه في مباريات النوك أوت دي، بيعرف يتعامل معاها. خبرات المباريات الإقصائية هو شاطر فيها، حتى تصفيات كأس العالم هو دايما فيها متميز، وشفناه طبعا مع منتخب إيران. قدم أوراق اعتماده في كأس الأمم الأفريقية، الثقة اللي كان محتاجها من الجماهير بقت موجودة. الدعم، حالة الدعم اللي أنا شايفها دلوقتي اللي الحقيقة ما شفتهاش يمكن من الثلاثية الشهيرة 2006 و2008 و2010، يعني كل أطراف المنظومة، مش بس المنظومة الرياضية، منظومة الدولة بشكل عام كلها بتدعم منتخب مصر. الحالة دي ما شفتهاش من زمان جدا. فبالتالي أنا متفائل بشكل كبير. طيب أسألك عن إصابة صلاح، مهم واخدك معايا نرجع بالتاريخ شوية. مونديال 2018 مصر المغرب تونس السنغال نيجيريا، الخمسة موجودين في التصفيات الحالية. أيوة. 2014 الجزائر غانا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا، أربعة من الخمسة لو شلنا كوت ديفوار. 2010 الجزائر جنوب أفريقيا الكاميرون نيجيريا غانا كوت ديفوار، ثلاثة من الخمسة لو شلنا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا. مونديال 2006 تونس كوت ديفوار توجا أنجولا غانا، نقول اثنين من الموجودين تونس وغانا. مونديال 2002 تونس السنغال جنوب أفريقيا الكاميرون نيجيريا، نشيل جنوب أفريقيا يبقى الرباع الثاني موجود. مونديال 98 مغرب تونس كاميرون جنوب افريقيا نيجيريا، ادي اربعة من الخمسة موجودين، يعني هناك ضيوف دائمين موجودين على كأس العالم. عندنا السنغال مرتين، تونس السنغال مرتين 2002 و2018 تأهل لكأس العالم. ده ال- 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 الاحصائيات اللي حضرتك لسه قايلها ديت ان دلت على شيء تدل على انه احنا دايما بنقول الكلمه الشهيره، الكلمه الاشهر اللي احنا دايما بنقولها، انه خريطه الكوره بتتغير في افريقيا، والقوى العظمى في الكوره الافريقيه بتتغير وبتطلع قوى جديده. بوركينا فاسو طلعت في امم افريقيا، غينيا الاستوائيه، عندنا مالي طلعت من فتره ولسه مستمره في تقديم اداء جيد. ولكن فيما يخص ده اللي كان بالظبط دكتور وليد بيتكلم عنه، نعم، اللي هي النوك اوتس، نعم، القدرة إدارة المباريات فيما يخص النوك أوتس مختلفة عن البطولات المجمعة. حلو. القوى العظمى في إفريقيا أو الضيوف الدائمين في كأس العالم بيثبتوا أن الخريطة الإفريقية لم تتغير كثيرا فيما يخص النوك أوتس. كان الاستثناء 2006 لما توجوا أنجولا فرجونا يعني، وبعد كده خرجوا ولم يعدوا يعني. وخرجوا ولم يعدوا حتى ما قدموش مردود كويس. وجنوب إفريقيا لا عصر تاريخي أو عصر ذهبي وانتهى. وانتهى بالضبط كده. فيما عدا ذلك الكاميرون دائما موجودة، كوت ديفوار دائما موجودة، الجزائر بصفة كبيرة دائما موجودة، المغرب بصفة كبيرة دائما موجودة. نتعشم إن إحنا نكون دائما متواجدين بعد كده، خاصة إن إحنا كان عندنا الأزمة بتاعت إن إحنا ما نتأهلش عشان التصنيف بتاعنا دايما ما كانش بيساعدنا. ولكن بعد التأهل الى كأس العالم 2018 بدأ التصنيف بتاعنا يتحسن شوية، فبدأنا نلعب منتخبات في التصفيات اقل مننا شوية، فبقى عندنا فرص اعلى شوية. صحيح. ده فيما يخص الـ التصنيف ده.
مصر اتأهلت قبل كده 3 مرات، بس لما نتكلم على السنغال وقوتها والكلام ده كله، السنغال قبل كده اتأهلت مرتين فقط زي ما حضرتك ما تفضلت قلت 2002 و2018. نعم. فهي مش ضيف دائم على البطولات، بس وده ضيف رزل، ضيف رزل جدا. نعم. اليو سي سي اعلن القائمه اللي هيلاعب بها منتخب مصر، ما فيش حد غائب عن القائمه. كل النجوم المنتخب السنغال صحيح. كلهم متواجدين بلا استثناء. سبالي في ريال بيتيس كمان كنا ناقصين، سبالي انضم كنا ناقصين حاجه قله ذوق والله العظيم ثلاثه يا اخي، يعني مش مكفيه دم ابدا يعني. بس احنا عندنا محمد صلاح، عندنا طمني على اصابه صلاح، شارك في الماتش الاخير بتاع بعدها رجع كلوب قال لك تجددت الاصابه فعمل لنا حاله رعب. مش تجددت الاصابه، هو يعني قال لك شعر ببعض الالام بالظبط كده، يعني ما كانش جاهز ان هو ينزل، بس نزوله في حد ذاته ده لا، هو مؤشر. بعد مباراه الارسنال شعر بعض الالام مظبوط. من هنا لحد يوم المباراه فتره راحه طويله جدا. ممكن يكون كان نزوله خاطئ، ولكن نزوله في حد ذاته معناه انه الاصابه مش خطيره. شعر بعض الالام ده معناه ان هو ما كانش المفروض ينزل. ولكن من هنا احنا لسه قدامنا 10 ايام مثلا لحد المباراه، 7 ايام لحد مباراه مصر والسنغال. باذن الله محمد صلاح ياخد فتره راحه طويله، 7 ايام خلاص بقى 6 ايام. نعم. 6 ايام نعم. بالظبط. صلاح هيرتاح، حتى وجود صلاح حتى وان لم يشارك خالص، وجود صلاح على مقاعد البدلاء لا لم يشارك. يا عم الحاج صلاح على فكره مالك جاي تخبط فينا النهارده ليه كده؟ على فكره انا عندي مشكله، مش اسمها ان لم يشارك، ما تقولش ان لم يشارك في اسوأ الظروف. سيشارك بامر الله. سيشارك بامر الله. ايوه كده، ايوه سيشارك بامر الله. شيلوا اللي فاتت من المطبخ. ماشي على اليوتيوب بس نقص الحته دي يا جماعه. بس عندنا مشاكل اخرى فيما عدا محمد صلاح، اتكلمنا عن اصابه محمد صلاح اوكي. تريزيجيه غاب عن بشاكشير التركي، بس عاد للتدريبات. هو غاب عن مباراه واحده فقط امام انطاليا سبور، وبعدين عاد للتدريبات وانتظم، وحتى الدكتور بتاع الفرقه قال مش هتمنعه من الانضمام للمنتخب مصر. صحيح. ولكن عندنا اصابات اخرى. عندنا هنستنى هيضم مين في الباك اليمين بديل لعمر كمال عبد الواحد؟ لا ما عادش فيه بقى. اكرم توفيق، رباط صليبي، محمد هاني، امام عاشور خلاص، بس كده امام عاشور يعني جبرت كده خلاص بالظبط كده. نعم. رمضان صبحي هننتظر نشوف هيضم مين كل مكان سنة رمضان صبحي، محمد هاني كل سنه وانت طيب. وتريزيجيه اما خلاص مش هيشارك، هيضم مين مكانه في القائمه؟ احمد رفعت. تريزيجيه يعني انا في 3 اسامي المفروض ما يكونش عنهم. احمد عبد القادر، احمد رفعت، احمد عبد القادر، ابراهيم عادل. الطبيعي انه حد من الثلاثة دولت يخش القائمة كبديل جاهز لو مش هيلعب تريزيجيه. انا ليه قلت احمد رفعت؟ لانه كان معاه في البطولة العربية، فهو اقرب لطريقة لعبه يعني. بالظبط، اقرب لطريقة لعبه. بس احنا لو اتكلمنا على طريقة لعب كيروش ورسمناها في الملعب، هنلاقي ان احمد عبد القادر وابراهيم عادل مناسبين جدا، وده السبب. من وجهة نظري طبعا انا بحلل مش اكتر، ممكن يكون هو عنده تطلعات اخرى او تصورات اخرى. احمد رفعت لاعب خط اكتر، لاعب زي حسين الشحات بيفضل لازق على الخط اكتر. كيروش بيبقى حابب اللاعب اللي هو زي محمد صلاح وزي عمر مرموش اللي هو بيقطم ويخش على جوه المنطقه كسكند سترايكر. احمد عبد القادر بيعملها كويس قوي، ابراهيم عادل بيعملها كويس قوي، احمد رفعت بيعملها على فترات حين يطلب منه ده. ولكن ما بيعملهاش بشكل مستمر. الثلاثه الاقرب بالنسبه لي اللي المفروض اشوف حد منهم في قائمه منتخب مصر، احمد عادل، ابراهيم عادل، احمد رفعت، احمد عبد القادر، بالاضافه لمحمد شريف. طيب محمد شريف لازم. طيب نقفل الملف ده، تعالى لي بقى يا باشا للقرعه اللي ظهرت امبارح بقى. قال لي يعني انت 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 برشلوناوي مش كده؟ بس انتوا عايشين ايام عندنا بطوله صعبه قوي يا كابتن. لا والله والله العظيم ده احنا نلعب فرانكفورت. انت هتصدقني انا والله العظيم انا فعلا بشجع برشلونه دلوقتي عشان ما بحبش الكبير يتهان، وحابب تشافي لان حاسس ان مشروع الكوره هيفكر في حياه ربنا. والله مشجع الكوره هيفكر فعلا كده فعلا. وكنت امبارح زعلان جدا وهم خسرين من جلطة سراي، ونفسي اشوف سوبر مثلا ما بين الريال والبارسا. طبعا هتبقى حاجه طبعًا. محترمه. عندنا كلاسيكو من الحاجات دي. لا 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 كله الا ده طبعا. عارف انا ازاي اجيب الريحاني في الفيلم؟ قال له كله رايح. مش عارف ايه رايح، ايه رايح اقدر؟ قال له لا عقد لا. فكلاسيكو لا يا ولد، شوف انا عمال اشجعكم. كلاسيكو لا، ناخد اليوروبا ليج ونسيبكم وخد السوبر كمان، ما عنديش مشكله. تشيلسي مع الريال، مان سيتي مع اتلتيكو مدريد، فياريال ضد بايرن ميونخ، ليفربول ضد بنفيكا. طبعا هم اقوى مواجهتين تشيلسي ريال مدريد والسيتي ضد اتلتيكو مدريد. باعتبار المواجهتين التانيين ممكن يكون فيهم كوره وامتاع، بس في طرف مفضل عن طرف. تشيلسي وريال مدريد مباراه فيها تفاصيل كتير. تشيلسي بيعيش ظروف صعبه، اجواء ما تشجعش ان فريق يكسب
او توقف قطار اي فريق. ومع ذلك تشيلسي في الدوري الانجليزي ماشي بشكل كويس في الفتره الاخيره. قدر يتخطى ليل وطبعا هو طبق ذهابا ايابا. الفرقه بتقدم كوره كويسه. تشيلسي تخيل في الدقيقه الاخيره مثلا تخيل الفريق الوحيد اللي قابل ريال مدريد 5 مباريات فيما اكثر وما كسبوش. وتوماس توخيل المدرب الوحيد اللي لعب ريال مدريد 6 مباريات فيما اكثر وريال مدريد ما خسرش قدامه. كسب مرتين وتعادل 4. المدرسه مع ان توماس توخيل الماني وكارلو انشيلوتي ايطالي لكن المدرسه والافكار قريبه جدا. الاثنين بيهتموا بالدفاع والانضباط في وسط الملعب بشكل كبير جدا. ومن هذا الانضباط بيقدروا يبنوا الهجمات. المباراه هتكون صعبه جدا على الاثنين وما اعتقدش في طرف مفضل لكن خبرات ريال مدريد ممكن تخليه يسبق بنص خط. طيب خلينا نقول مانشستر مع اتلتيكو مدريد يا خالد. مباراة كنا حتى بنتكلم في الاوف اير انا ودكتور وليد. المصيبة السوداء ان الاثنين الكسبانين هيلعبوا بعض. يعني اللي كسبان من تشيلسي مع الريال ضد اللي كسبان من مع اتلتيكو مدريد. نعم. مباراة تحمل النقيضين تماما. مباراة الاجلي فوتبول في ابهى صوره ممثل في اتلتيكو مدريد والكرة الفنية الجمالية التيكي تاكا مع بيب جوارديولا ومانشستر سيتي. مفتاح الماتش دوت في التحولات الهجومية. بمعنى ان احنا من المتوقع ان احنا هنشوف مانشستر سيتي مستحوذ على الكوره بنسبه اكبر بكتير من اتلتيكو مدريد. محمد وصل قدام كريستال بالاس كان وستهام ولا كريستال بالاس مع 0-0 فييرا 0-0 وصل الاستحواذ 90% مش حاجه كده. مكسبوش السنه دي نعم. بس هو الكابتن احمد بيتكلم على الاستحواذ انه مانشستر سيتي بيعرف يستحوذ على الكوره وكره في القائم وكره في العارضه والحارس كان متالق يعني احيانا بتقفل يعني نعم. بس ده هيواجه في نفس الوقت هو عنده استحواذ وعنده خطوره وعنده تنوع مصادر للخطوره في الملعب ولكن ده هيواجه انضباط تكتيكي على اعلى مستوى من جانب دييجو سيميوني ولاعبيه. قوه دفاعيه رهيبه وحارس مرمى يان اوبلاك مميز طبعًا جدا طبعًا في الكرات العرضيه اللي هو واحده من نقط خطوره مانشستر نعم سيتي. اللعب على البلايند سايد او البلايند سبوت بمعنى ان هو بيجمع اللعب في ناحيه وبعدين يبعت كره عرضيه في الحته الفاضيه اللي ما حدش واخد باله منها. الكره العرضيه دي دايما في مواجهه يان اوبلاك 70% منها بتفشل. ان يان اوبلاك مميز جدا حارس في الخروج حقق جون. فهي المباراه دي العنوان الرئيسي بتاعها هل ينجح اتلتيكو مدريد في التحولات الهجوميه لان هو هيسيب الكوره لمانشستر سيتي هيسيب الكوره لمانشستر سيتي وهيقف تكتل دفاعي في نص ملعبه وهيعتمد على سرعات جريزمان سرعات جواو فيليكس سرعات انخيل كوريا الفينش سواريز عنده سواريز ما بيلعبش دلوقتي هو كان ما لعبش اخر جواو فيليكس بقى جواو فيليكس طبعا نعم طبعا نعم لان هو مهتم دلوقتي ما ده اللي كنت بقوله ماشي كمان التحولات الهجوميه نعم سواريز بنسبه كبيره هيمشي جاب الدوري بنسبه كبيره هيمشي عشان كده بقول لحضرتك التحولات الهجوميه اتلتيكو مدريد دلوقتي بيعتمد على التحولات الهجوميه. سواريز ممكن يبقى محطه كويسه بس هو بيعتمد اكتر على ايه على الناس السراع اللي عندهم فينش جواو فيليكس تمني ولا توقع تمني لا توقع ما فيهاش توقع ما هي حرفيا ما فيهاش توقع تمني ان اتوقع تمني خليني في التمني تمني اتلتيكو مدريد تمني اتلتيكو انا بقى توقع انا من انصار الاجلي فوتبول توقع اتلتيكو مدريد. طب ما سالت ليه ما كنت تدي اتلتيكو انا مش عايز اقول مانشستر سيتي لا اتوقع السيتي انا اتوقع السيتي والريال والبايرن وليفربول وبعد كده بقى ربنا معانا في اللي جاي لانه اذا اذا مشيت كده يبقى ليفربول ضد البايرن والمان ضد الريال بس نتفرج على كوره جميله ان شاء الله طبعا هيبقى سيمي فاينل تقيل كده. نورتنا يا دكتور وليد. شكرا يا كابتن. نورتنا يا خالد. شكرا يا كابتن. بشكركم شكرا جزيلا الصديقين العزيزين خالد عامر وليد الحديدي. نقدر نقول لكم كده خلص الكلام ودايما مسك الختام. سلام.